كيف يسجل او يحرز الزمالك هدفا مع اوسوريو بمنتهى البساطه؟ عايز دقيقه وهرجع لك. اقل من دقيقه بمنتهى البساطه. اوسوريو الزمالك بيحرز معاه اهداف حينما تكون هناك كثافه عدديه داخل منطقه الجزاء. طيب الكثافه العدديه تحصل ازاي؟ بالكره البسيطه. شوف احنا اتكلمنا وقلنا ان اسوان مثلا حلو تعبير الكره البسيطه، العب كره بسيطه. بالكره البسيطه انا مش قادر اخلق دلوقتي مساحه وما عنديش القدره على ان انا العب ادوار مركبه، هلعب الكره البسيطه. تعال شوف سريع بالظبط، دي مباراه سيراميكا، كره بسيطه، بلعب على الجناح، الجناح بيلعب اوفر، بيخش المهاجم والراجل رقم 8 جوه منطقه الجزاء. شكرا. في مباراه سيراميكا برضو الكره بتتلعب بالعرض، اسامه نبيه جاي كجناح من الناحيه العكسيه بهدد المرمى. ماشي. في مباراه المقاولين نفس القصه، بلعب على ناحيه اليمين، بيخش لي اثنين مهاجمين، عندي كثافه عدديه جوه ال 18 بهدد المرمى. فبالتالي كم الادوار المركبه للاعبين انت بتخسر كل اللي بيقدموه. فبالتالي انا شايف ان الزمالك عشان يحرز هدف زي ما احرز في المباريات اللي فاتت دي اللي نجح فيها مع اوزوريو، محتاج يلعب الكوره البسيطه مع كثافه هجوميه داخل منطقه الجزاء، وده ما حصلش معاه غير لما بيلجا للطريقه السهله 4-1-4-1 اللي هي احد تنوعات 4-3-3 اللي بدا بيها مع الزمالك في بدايته.